هنا كيف يقبل الله التوبة؟ لا تقول يقبل الله، فأنت تقدم التوبة وشروط التوبة وتدعو الله عز وجل أن يتقبل منك، أن يتقبل منك. فواحد من شروط قبول التوبة، واحد الإقلاع عن المعصية، اثنين وهو ماذا؟ أن الندم على ارتكاب هذه المعصية، ثلاث وهو النية لعدم الرجوع إلى هذه المعصية، أربعة إذا كانت في حق آدمي فبالتالي أنت ماذا؟ تعمل على إرجاع حقوق هذا الآدمي إليه، وهكذا. فبالتالي أحبائي في الله تنبهوا، والاستغفار طبعا حتى يغفر الله لنا ولكم.